بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل معجزة إقامة العازر. هذا الإنجيل يظهر سلطان السيد المسيح على الموت، وأنه هو بالحقيقة رب القيامة والحياة. لعازر مات، مريم ومرسى لما كان لعازر مريض بعثوا للمسيح قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض، لكن المسيح استنى في المكان اللي كان فيه يومين وتعمد ان هو يروح الى قبر العازر بعد ما بقى لي 4 ايام وهو في القبر، لدرجة ان مرسى قالت له يا سيد قد انتن له 4 ايام رايح القبر تعمل ايه. لكن يا احبائي نحن أمام من له سلطان إبادة الموت، نحن أمام واهب الحياة نفسه. مع أن المسيح كان سألها وقال لها، قال لها سيقوم أخوك، قالت له يا سيد أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير، قال لها أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له أؤمن يا سيد أنك أنت هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. بس ما كانش عندها فكرة أن المسيح ابن الله الآتي إلى العالم يقدر يقوم لعازر بعد 4 أيام وهو في القبر. لكن يا أحبائي إحنا اللي تعرفنا مش على المسيح بس اللي أقام لعازر، إحنا عرفنا المسيح اللي قام بنفسه بعدما قبر 3 أيام في القبر، في اليوم الثالث قام، وزي ما قال بولس الرسول وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. في عدد 11 في الإصحاح 11 في إنجيل معلمنا يوحنا قال هذا، وبعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه. ده تعبير المسيح استخدمه بالنسبة للموت، إن هو نوم أو رقاد. فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى. هم افتكر إن هو نام يعني زي ما واحد ما واخد دور سخونة فلما يعرق وينام يبقى خلاص هم هيخف. فقالوا إن كان قد نام فهو إيه؟ فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته
وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم، فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات. الموت حقيقة، لكن احنا كتير بنتجنب نتكلم عن الموت. ولو انسان جاب سيرة الموت يقول له ايه، بعد الشر، مش كده؟ الناس حتى مش عايزة ان هي يعني يكون في حديث عن الموت قدامها. ليه؟ هل الموت مرعب بهذا الشكل؟ هل الموت مخيف؟ فعلا الموت ليه رعبة وليه رهبة. لكن يا احبائي، احنا المفروض ان رعبة الموت وهيبة الموت ورهبة الموت بالنسبة لنا لا شيء. احنا اولاد القيامة، المسيح قام من بين الأموات وصار باكورة الراقدين. يعني الناس يفتكروا أن الإنسان لما يكبر في السن ويجي مرحلة الشيخوخة يقولوا يا ده خلاص، ده قرب أنه هو يموت، ده ما فيش لازمة. حتى لو الناس يشوفوا واحد كبير في السن قوي 90 سنة ولا 95 ولا ما يروح يموت أحسن، مش كده؟ يقول لك خليه يروح يموت. لا، ده مش هيموت إن كان إنسان مؤمن بالمسيح، لأنه إن كان إنسان خارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. خلي بالكم، الموت بالنسبة لينا ما يكونش مصدر خوف لو كنا عندنا إيمان حقيقي. المشكلة في كده يا جماعة، إن إحنا لسه بنخاف من الموت لأن إحنا ما عندناش رجاء فيما هو ما بعد الموت. ايه اللي هيحصل بعد الموت؟ مفيش رجاء في ان المسيح قام من الاموات، ولما صعد للسماء او جه يصعد للسماء قال للتلاميذ: انا ماضي لوعد لكم مكانا، ومتى مضيت وعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حيث ما اكون انا تكونون انتم ايضا. الموت فعلا مرعب بالنسبة للخطاة وبالنسبة للأسمة وبالنسبة للفجار وبالنسبة لغير المؤمنين، لكن بالنسبة لكل إنسان الموت حقيقة، زي ما هو مكتوب في رسالة العبرانيين إصحاح 9 وعدد 24 أو عدد 27: لأنه كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. فالناس بتخاف من الموت وبتخاف من الدينونة، لكن أسأل نفسي النهاردة: هل الموت بالنسبة لي عدو؟ آخر عدو يبطل هو الموت. عايز أفسر الآية دي الموجودة في كورنثوس الأولى 15: آخر عدو يبطل هو الموت. لأن من آثار الخطية أو نتيجة الخطية ثلاث أنواع من الموت: الموت الطبيعي اللي هو الفيزيكال ديس، انفصال الروح عن الجسد، والموت الروحي اللي هو الانفصال عن الله، والموت الأبدي اللي هو جهنم، النار الأبدية حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ. المسيح على الصليب أباد الموت بالموت، الموت الروحي، والموت الثاني اللي هو الموت الأبدي. لكن آخر عدو يبطل هو الموت اللي هو الموت الطبيعي، الفيزيكال ديس. آخر عدو حيبطل هو الموت. يبقى كل إنسان لازم حيدوق الموت. وإحنا شايفين شبح الموت مال العالم، كل يوم تشوف أخبار الموت
في الزلازل والكوارث والهيريكينز والأعاصير والفيضانات، حاجة صعبة خالص. ده غير الأمراض والفيروسات العجيبة، وغير الانتحار، وغير المخدرات، وغير الحروب والكروب، حاجات الموت، شبح الموت موجود. ده الحوادث بتاع الطيارات والعربيات لوحديها بتاخد ملايين من الناس في كل سنة. الموت حقيقة لازم ان احنا نعترف بيها، وان الانسان ما يقدرش ان هو يحدد ساعة الموت بتاعه، مهما كان عنده صحة، ومهما كان عنده جاه، ومهما كان عنده اي نوع من العلم، ممكن الانسان في لحظة يلاقي نفسه ان هو فارق هذا العالم وراح الى العالم التاني او العالم الاخر. عشان كده احبائي في سفر الرؤية في تحذير شديد ان العالم شبح الموت دلوقتي اللي احنا شايفينه في كل حتة هيتجسد في الختم الرابع لما هيفتح في الإصحاح 6:7. يقول: ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلوم وانظر، فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت والهاوي يتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبحوش الأرض. ربع العالم، سكان العالم، هيجي في اللي جالس على هذا الفرس اسمه الموت. أكأن الموت ده شخص، حاجة غريبة جدا، شخص راكب على فرس وحيقتل ربع الأرض. طبعا دي كلها هتحصل قبل المجيء الثاني وقبل ظهور الأنتي كرايست. لكن خلينا احنا في حياتنا اليومية، احنا عارفين ان احنا كل يوم بنودع احباء لينا، والعالم كل يوم مفيش يوم بيمر من غير ما يكون فيه ناس بتموت. لكن المهم ساعة الموت، هنا في فرق كبير جدا جدا في ساعة الموت بين الأبرار وبين الأشرار. في ساعة الموت بيبان الإنسان، لأن كل حاجة بتتكشف قدام عينيه، وبيعرف إنه هو رايح فين، كل خطاياه، كل شيء بيبقى مكشوف قدامه. وإما بتيجي ملائكة، وبيجي المسيح نفسه أو العذراء مريم، أو ساعات المسيح والعذراء أو قديسين أو ملائكة ياخدوا روح الإنسان عشان يودوها الفردوس. لكن بالنسبة للأشرار هتلقى لما تخش أوضة فيها إنسان بيحتضر، والإنسان ده يكون إنسان متبش، إنسان شرير، تشعر بوجود أرواح شريرة موجودة في الأوضة عايزة تاخد، مستنية يعني، لأن الشيطان بيفرح قوي لما نفس تنضم إلى ملكوته، ملكوت الهلاك. نبص مثلا واحد زي الفيلسوف الفرنسي اللي اسمه فولتير، ده كان بينكر وجود الله، وكان يعني بيقول إنسان نفسه ممكن يبقى إله إلى آخره. المهم فولتير ده لما كان على فراش الموت كان حالته في منتهى الصعوبة، كان في رعبة، في خوف فظيع جدا جدا جدا. وبعدين طلب من الدكتور بتاعه، قال له أدي لك نص ممتلكاتي لو خليتني أعيش بس 6 شهور. فقال له أنت ما قدامكش غير 6 أسابيع، حتى ما تقدرش يمكن 6 أسابيع تعيشهم. قال يبقى أنا رايح الجحيم وأنت هتيجي معايا. وبعدين طلب ورقة وكتب فيها شهادة قدام 2 شهود أنه عدم إيمانه وكفره ده غلط، وأن فيه أبدية، وأن الله موجود. عشان كده يا أحبائي ساعة الموت ساعة في منتهى الخطورة، لكن مين أعد نفسه إلى هذه الساعة؟ يا ترى مين لما أجي أنتقل من هذا العالم حيجيلي؟ يا ترى إيه اللي حشوفه قدام عينيا؟ هقول لكم على قصة تانية. تعرفوا ستالين اللي هو كان بيحكم روسيا بقبضة من حديد، وياما قتل في ناس، وياما عمل وياما عمل. ساعة ما مات بنته بقى بتكتب، بتقول ان ابي مات موتة رهيبة، وكان زي ما يكون واحد في واحد بيخنقه،
وبعدين بص فوق كده وراح رفع ايده الشمال كأنه يعني وانزعج بخوف ونظرة يعني غائرة، زي ما حوشوا الناس دول عني او حوشوا الارواح دي عني. ادي ستالين اللي العالم كل او العالم او روسيا كلها في يوم من الاوقات كانت بتعبد هذا الانسان. يا احبائي لازم نعمل حساب للموت. لعازر حبيبنا قد نام وانا اذهب لاوقظه. امتى حيكون النوم بالنسبة لينا رقاد؟ رقاد بس، ما بنخافش منه. انسان حينام وحيصحى، وحينام علشان يصحى لمجد، لحياة افضل. يا ريت ان احنا النهاردة نشوف الموت بالنسبة لنا عدو، ولا بولس الرسول قدر ان يحول الموت من عدو الى صديق. قال ايه؟ قال لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن. انا عايش هنا للرب، لو مت حبقى للرب. انا اصلي كل هدفي هو شخص المسيح، انا عايش ليه، ولما اموت انا واثق ان انا حبقى معاه. ما عنديش حاجة تانية مهتم بيها غير خلاص نفسي وابديتي. المسيح اباد سلطان الموت، او من له سلطان الموت اللي هو ابليس. والكلام ده موجود في عبرانيين 2:14. يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية. اسمها عبودية الخوف من الموت. المسيح بالموت أباد من له سلطان الموت أي إبليس. وليه إبليس ليه سلطان الموت؟ لأن الخطية دخلت إلى العالم بحسد إبليس. وبيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الإصحاح 5:12 من أجل ذلك أنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لكن المسيح على الصليب داء كل أهوال الموت. قريت عن واحدة شافت في حلم بس جزء بسيط من عذاب الجحيم، جزء يسير جدا. قامت وهي مش قادرة، تقول مش ممكن العذاب الأبدي، مش ممكن الجحيم. فأحبائي صدقوني في نفس الوقت اللي بيشوفوا مجد الملكوت، اللي بيدوقوا حلاوة المسيح ونعمة الخلاص، برضو بيتمسكوا بالمسيح ويرفضوا كل شهوات الأرض وكل خطايا العالم وكل النجاسات. النهاردة أنا عايز أتكلم عن الآية اللي قالها المسيح بكل وضوح. قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. خايف من الموت ليه؟ هتؤمن بالمسيح هتاخد حياة أبدية تخليك أنك أنت ما تموتش أبدا. حياة إلهية. يعني إيه؟ يعني حياة لا يمكن أن إنسان يسلبها منك. عشان كده قالك ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد، دول ما بيقدروش يعملوا أكتر من كده بس، لكن خاف من ذاك الذي يستطيع بعد أن يقتل يلقي الإيه؟ الجسد والنفس في جهنم النار الأبدية. عشان كده أحبائي اللي عنده إيمان بالمسيح لا يخاف الموت ولا يخاف إنسان. عشان كده الإيمان بالمسيح مش معناها إن أنا أقول قانون الإيمان، ولكن إن أنا أكون ملتزم بالإيمان وملتزم بوصية المسيح وبإنجيل المسيح. في ناس بتفتكر إن الإيمان هو ممارسات شكلية.
الإيمان بالمسيح هي حياة عملية. الإيمان بالمسيح هو حب مبذول من أجل الآخرين. المسيح أحبنا وبذل نفسه لأجلنا علشان إحنا نمارس الحب الحقيقي، عشان إحنا نقدر إن إحنا فعلا نعيش زي ما عاش المسيح. ناخد المسيح مثل لينا في كل شيء، اوعى تاخد مثل ارضي. فلكي نحصل على الحياة الإلهية التي تدوس الموت ولا تخاف الموت، علينا ان احنا نؤمن ايمان بالمسيح الذي مات من اجل على الصليب والذي قام ايضا. والحاجة الثانية، بولس الرسول بيقول وصية لتلميذه تيموثاوس في رسالة الأولى 6:12، يقول جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها إيه دعيت. جاهد جهاد الإيمان الحسن. اوعى تفتكروا إن الإنسان يقدر إن هو يوصل للسماء من غير ما يجاهد الجهاد الحسن. المسيح قال إن الطريق ضيق، الباب ضيق. عشان كده الكلام اللي قاله المسيح للشاب الغني بيقوله لكل واحد، اذهب وبع كل مالك واتبعني حامل صليب كل يوم. لكن ياريت إن إحنا فعلا من قلبنا عايزين نتبع المسيح، ولا في شيء في حياتنا معطل زي الشاب الغني؟ أو يكون المال معطلك عن الأبدية، أو يكون في شهوة في قلبك، أو يكون في ارتباط بالعالم أو بالأرض أو بالناس أو بالخطية. ياريت إن احنا نجاهد ضد الخطايا الدفينة اللي موجودة داخل القلب، نجاهد ضد الذات اللي بتخلي الإنسان إن هو يرفض انه يعتذر للاخرين، الكرامة اللي بتخلي الانسان انه هو ممكن يخاصم اخوه ويفقد المحبة. الفضيلة الوحيدة اللي ممكن توصلنا للسماء لو احنا عرفنا نتقنها بصحيح. اخر كلمة النهاردة، المسيح لما وقف قدام قبر العازر صرخ بصوت عظيم، لعازر هلم خارجا، لعازر هلم خارجا. واحد الاباء قال المسيح لو ما كانش قال لعازر بالاسم كان كل الاموات قاموا. وخلي بالكم هنا المسيح كان بيعمل يعني ديمونستريشن اللي هيحصل في القيامة، لما المسيح استدعى روح لعازر من الجحيم خلاها ترجع تاني للجسد. بس العازر قام بجسده اللي هو كان عايش بيه، لكن احنا في القيامة هنقوم بجسد ممجد. العازر اللي كان بقاله 4 أيام في القبر بيمثل الانسان الخاطي، بيمثل الانسان اللي خطيته ونتنته الخطية يعني أصبحت رائحتها معروفة لكل إنسان. والمسيح النهاردة مش بيقف قدام قبر العازر ويقول له العازر هلم خارجا، بيقف قدام كل إنسان لا زال يعيش في قبر الخطية ويقول له العازر هلم خارجا، هلم خارجا من قبر الخطية، هلم خارجا من محافل الرأس ومن محافل السكر أو حانات السكر، هلم خارجا من ذاتك، أخرج من ذاتك ومن حياتك اللي هي متقوقعة حوالين نفسك وبس. لعازر هلم خارجا، قوم. المسيح بيقول لك قوم، وعايزك تقوم النهاردة، تقوم. مش من يعني العازر كان ميت موت جسدي، ده أبسط أنواع الموت، لكن اللي ميت موت روحي ده عايز معجزة أكتر من اللي عملها المسيح مع العازر، عايز معجزة حياة. هو نفسه لازم ياخد نعمة القيامة اللي المسيح قام لكي يخلص كل الذين يقومون أيضا معه.
المسيح قام علشان تقوم انت معاه، واحنا المفروض احنا ابناء القيامة. ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في الحياة الجديدة او جدة الحياة. عشان كده احبائي النهاردة المسيح بيصرخ في كل قلب، بيصرخ في كل بيت، لعازر هلم خارجا، اخرج 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 من داء ومرض الخطية. يا ما ناس بتضيع ابديتها من اجل شهوة، من اجل نزوة، من اجل خطية نجاسة، من اجل علاقة ردية، من اجل شهوات ارضية. المسيح بيقول لك النهاردة لعازر هلم خارجا، اخرج من هذا القبر لكي تنعم بالقيامة الحياة الجديدة مع المسيح. ربنا يدينا نعمة النهاردة ان احنا كل واحد، انا وانت وانت، قول يا رب انا لعازر سمعني صوتك النهاردة بقوتك وبسلطان لاهوتك، لانك انت لك سلطان، سلطان انك تقهر كل موات فيا. تقدر تقومني يا رب النهاردة من موت الخطية اللي ابتدى ان هو يخلي ريحتي تبقى فايحة، الناس كلها بتشم فيا ايه، ريحة موت ولا ريحة حياة؟ انا بحمل جوايا ايه؟ يا ريت النهاردة اقول له يا رب الحاجة اللي مخلياني لغيت النهاردة مش قادر يكون عندي رجاء وثقة ان هيكون لي مكان معك في السماء. حطم هذا الصنم مهما كان، الصنم اللي موجود في قلبي وفي حياتي، خليني اتعبد ليك وحدك يا الهي، يا من قمت بين الاموات واقمتنا معك، ليك الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين.